الرئيس السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر بعد مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين. مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتؤكد أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها لاحتواء التوتر. واشنطن تجدد التزامها بأمن إسرائيل وتؤكد أنها لم تشارك في أي عمليات هجومية إسرائيلية على إيران. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة بمطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام زيارته لمصر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة شهدت مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بمطار القاهرة، وذلك عقب قيام جلالته بزيارة رسمية لمصر استمرت 3 أيام، وشهدت مباحثات موسعة مع شقيقه السيد الرئيس تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس الطابع الأخوي والاستراتيجي للعلاقات الشعبية والرسمية. تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزارة الثقافة حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها، وذلك في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني. هذا وقد تضمن التقرير الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، بالإضافة إلى عدد من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة في هذا الشأن، كما تضمن الوضع الحالي لوزارة الثقافة وكذا خطتها المستقبلية لتفعيل مخرجات اللجنة وأهدافها، ومن بينها تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية. جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية نظرا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عوائق. وخلال مشاورات سياسية مع ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا، أكد شكري على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس الاقتصادية. وعلى هامش زيارته لجنوب أفريقيا، انطلقت أعمال الدورة 10 للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا برئاسة وزيري خارجية البلدين. اتفق الوزيران على محورية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة. هذا وقد شهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسؤولين المشاركين على مذكرتين تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين. توجه وزير الخارجية سامح شكري من جنوب أفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية، وأوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يلتقي شكري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان. كما أضافت الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على أثر ما تردد من توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا. وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وأثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها، لافتة إلى أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري. أفادت وسائل إعلام إيرانية بإسقاط أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد. يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من شن إيران هجوما جويا على إسرائيل باستخدام عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ. مع استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتفاقم يوما بعد يوم مخاطر اتساع رقعة صراع لا تحمد عقباه. الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أطلق العنان لمسلسل الردود المتبادلة، فشنت إيران هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل لتعود الأخيرة وتؤكد حقها في الرد على الهجوم. بضعة أيام فقط كانت كافية لتؤكد وسائل إعلام إيرانية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان للتعامل مع أهداف تأكد فيما بعد أنها مسيرات صغيرة، لافتة إلى سماع دوي 3 انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي المدينة. الهجوم الذي بدا مدروسا إلى حد بعيد، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يتسبب في أضرار لأي من المواقع النووية في إقليم أصفهان، وهو ما أكدته أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أن المنشآت النووية ينبغي ألا تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن إيران لم تتعرض لأي هجوم خارجي، مضيفا أن النقاش في طهران يميل أكثر نحو احتمالية عملية تسلل. وأيما كان الأمر، فإن التطورات تشير إلى عدم وضوح الرؤية إزاء التصعيد المحتمل في منطقة الشرق الأوسط ما بين طي الصفحة أو الانجرار نحو حرب مباشرة أو بالوكالة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش يستنكر أي عمل انتقامي بالمنطقة. وأضاف المتحدث الأممي أن غوتيريش يناشد المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تتجاوز قيمتها $1 مليار. أوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الصفقات الجديدة تشمل كميات من الذخائر وعددا من الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بأمن إسرائيل، مضيفا في الوقت ذاته أن واشنطن لم تشارك في أي عمليات هجومية إسرائيلية على إيران. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بلينكن عقب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة 7 في إيطاليا. فقط أود أن أقول أن أمريكا ليست من خارطة بأي عمليات هجومية. ما نركز عليه أو ما تركز عليه مجموعة 7، وستقرون ذلك في بياننا وواضح في حواراتنا، هو عملنا لخفض التصعيد أو خفض التوترات من وعدم الوصول إلى نزاع محتمل. شاهدتم أن إسرائيل تلقت هجمات غير مسبوقة، ولكن تركيزنا بلا شك هو على ضمان قدرة إسرائيل الدفاع عن نفسها بشكل فعال وخفض التوترات وتجنب النزاع، ويبقى هذا هو تركيزنا. مرة أخرى لن أقول سوى أننا لسنا من خريطة بأي عمليات هجومية.
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية هذه المرة. يأتي هذا في حين قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان لم تسبب خسائر مادية أو بشرية. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبد اللهيان لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك ونقلتها وسائل إعلام إيرانية. جدد وزراء خارجية مجموعة السبع معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية محذرين من عواقبها الكارثية على المدنيين. هذا وطالب وزراء خارجية مجموعة السبع بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. هذا وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع أنه يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في غزة. أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار قدمته الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. استخدمت الولايات المتحدة حق النقد أمام المجلس المكون من 15 دولة، وقد حظي مشروع القرار بتأييد 12 دولة وامتنعت دولتان فقط عن التصويت. مرة أخرى وفي سيناريو كان متوقعا، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لتبديد الأحلام الفلسطينية المشروعة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي أوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة أيده 12 عضوا وعرضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه عضوان وهما المملكة المتحدة وسويسرا. وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وخلال الجلسة أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني، مشددا على أن استمرار الحرب غير القانونية والإجرامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك. تود مصر تأكيد أن الحل للأزمة الحالية التي تمر بها الأونروا بل ولأزمة اللاجئين الفلسطينيين يكمن فقط في حل وحيد، ألا وهو إعادة حقهم الأساسي في العيش بحرية وكرامة في دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن جانبه طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي طالب مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبألا يخيب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية في المنظمة الدولية. وعلى الرغم من الفيتو الأمريكي المعتاد في صالح إسرائيل إلا أن الدعم الساحق من أعضاء المجلس بعث برسالة واضحة مفادها أن دولة فلسطين تستحق مكانها في الأمم المتحدة. نددت الأمم المتحدة بالتدمير المتعمد من الاحتلال الإسرائيلي للمعدات الطبية المعقدة التي يصعب الحصول عليها في المستشفيات وأقسام الولادة في قطاع غزة، مما يزيد المخاطر التي تواجه النساء أثناء الولادة في ظروف غير إنسانية. قال دومينيك ألن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دولة فلسطين إن البعثات الأخيرة التي قادتها الأمم المتحدة إلى 10 مستشفيات في غزة كشفت أن الكثير منها في حالة هلاك ولم يعد سوى عدد قليل منها قادرا على تقديم أي مستوى من الرعاية الصحية للأمهات.
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 42 وإصابة 63 آخرين، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34,012 شهيدا و 76,833 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وصلت إلى ميناء العريش البحري سفينة مساعدات تركية وليبية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وتحمل سفينة المساعدات التركية 3,774 طنا من المواد الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية والغذائية مقدمة من الهلال الأحمر التركي. وتحمل سفينة المساعدات الليبية 1,600 طن من المساعدات الإغاثية الأساسية والأدوية والخيام والأغطية والملابس المقدمة من منظمة المجتمع المدني في عدد من المدن الليبية. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم الفوري والإغاثي والإنساني لدولة فلسطين الشقيقة. مرحلة ثالثة تدخل أرض الفيروز، شاحنات محملة بمواد غذائية ومشروبات دافئة وغيرها من مستلزمات الحياة تحركت ضمن القافلة السادسة للتحالف الوطني للدعم الأهلي والتنموي الذي يعد المساهم الأول في المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة. المرحلة الثالثة تتضمن 74 قاطرة تحمل أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية وما يقرب من 10 أطنان من المشروبات، فضلا عن أطنان من المياه المعدنية والملابس والبطاطين، وقد وصل جزء كبير منها إلى معبر رفح المصري الذي يفتح أبوابه 24 ساعة في اليوم الواحد منذ بداية الحرب على الأشقاء الفلسطينيين. هذا ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المساهم الأكبر في المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، والذي تحرك فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لقطاع غزة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري طلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، ولكن ربما أبرز ما حدث اليوم هو وصول المرحلة الثالثة للتحالف الوطني والعمل الأهلي والتنموي. هذه القافلة أو هذه المرحلة الثالثة من القافلة السادسة وصلت بالفعل محملة بأطنان من المواد الإغاثية وتحديدا المواد الغذائية، كانت أغلب هذه الشاحنة، بالإضافة
أيضا لأطنان من المشروبات الدافئة وأيضا أطنان من المياه وبعض الأطنان من يعني البطاطين والمواد الإعاشية بشكل عام. هذه هي المرحلة الثالثة بالقافلة السادسة بعد أن أصبح التحالف الوطني المصري بالطبع وهو يعني ذا صبغة مصرية وهو الأكثر مساهمة في المساعدات الإغاثية لتصل إلى الأشقاء في قطاع غزة. يذكر أن يعني في الفترة السابقة تقلصت حجم المساعدات التي تأتي عبر الدول الأخرى التي كانت تساعد عن طريق مصر لإدخال هذه المساعدات، تقلصت هذه الأحجام الكبيرة التي كانت تأتي من قبل، وأصبحت المساهمة الأساسية والرئيسية والأكثر هي من داخل جمهورية مصر العربية. وبالطبع هذا يأتي ضمن المجهودات المصرية المختلفة للتخفيف عن كاهل الأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. نتحدث أيضا عن استمرار الاستقبال المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية التي حددتها وزارة الصحة، بالإضافة لذلك أيضا سيارات الإسعاف دائما متواجدة ما بين يعني المنطقة الفاصلة المصرية والفلسطينية لاستقبال عدد أكبر من المصابين، فضلا بالطبع عن الإسقاطات الجوية المصرية من جانب القوات المسلحة المصرية لوصول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة. وهذه كانت هي الصورة من مدينة العريش ورفح، والآن أعود عليكم في الاستوديو مرة أخرى. دفع مجلس النواب الأمريكي بحزمة مشروعات قوانين تتضمن مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهاد لإجراء تصويت واسع النطاق عليها من الحزبين الجمهوري والديمقراطي غدا السبت. وتمت الموافقة على الحزمة في التصويت الإجرائي بأغلبية 316 صوتا مقابل 94 بدعم أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في المجلس. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ أن دول الناتو اتفقت على إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا منها بطاريات باتريوت. قال ستولتنبرغ إن الناتو قد درس القدرات الحالية داخل الحلف، مؤكدا أنه إضافة إلى صواريخ باتريوت هناك أنظمة تسليح أخرى يمكن للحلفاء توفيرها ومنها صواريخ أرض جو من صنع فرنسي إيطالي. There are systems that can be made available to Ukraine. So expect new announcements. حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مجددا الدول الغربية من مصادرة الأصول الروسية متعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية. أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو لديها قدر كبير من الأموال والممتلكات الغربية في الجهات الرسمية الروسية. اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين روسيا باستخدام إرسال المهاجرين أداة ضد فنلندا من أجل زعزعة استقرار هذا البلد الذي يقدم دعما قويا لأوكرانيا وانضم إلى حلف شمال الأطلنطي قبل عام. أغلقت فنلندا حدودها مع جارتها الكبيرة في منتصف ديسمبر بعد تدفق نحو 1000 مهاجر بدون تأشيرة من الأراضي الروسية منذ منتصف أغسطس. وواجهت ليتوانيا وبولندا ولاتفيا في 2021 تدفقا غير مسبوق للمهاجرين غير الشرعيين من بيلاروسيا التي اتهم الغربيون رئيسها ألكسندر لوكاشينكو وروسيا بتدبير ذلك. أعلنت الصين تشكيل قوة عسكرية سيبرانية جديدة لتعزيز قدرتها على خوض حروب والانتصار فيها. أفادت وزارة الدفاع الصينية أن قوة الدعم المعلوماتي ستقدم دعما أساسيا لتطوير أنظمة شبكات المعلومات بصورة منسقة وتطبيقها. وأنفقت الصين خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات لتطوير وتحديث قوتها المسلحة في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة ودول أخرى من المنطقة.
أعلنت دولة الإمارات أن عدد الوفيات جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع قد ارتفع إلى 4، وذلك بالإضافة إلى إغراقها للطرق والتسبب في تكدس الطائرات في مطار دبي الدولي. ضربت العاصفة عمان أولا وذلك في مطلع الأسبوع وأدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل قبل أن تجتاح الإمارات وتتسبب في هطول أغزر أمطار منذ 75 عاما منذ بدء توثيق معدلات هطول الأمطار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يتضمن قرارا لرئيس الوزراء بعودة العمل للموظفين بنظام الأونلاين من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. هذا وأكد المركز أن هذا غير صحيح وأن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023 دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024. ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي. أسست السويسرية إيفلين بوريي أول مدرسة لتعليم صناعة الخزف في قرية تونس بمحافظة الفيوم. شجعت هذه المدرسة الطلاب على تطوير مهاراتهم الفنية كما قدمت لهم فرصة لتحسين مستواهم التعليمي والمهني. احنا هنا في مدرسة الفيوم للفخار، وهي المدرسة اللي أسستها الفنانة السويسرية إيفلين كوري، وهي كانت خزافة استقرت بشكل دائم في قرية تونس في الفيوم من سبعينات القرن الماضي، وقررت ان هي تعلم اطفال القرية حرفة الخزف. ابتدت المشروع ده او ابتدت الحركة او المبادرة دي في ثمانينيات القرن الماضي، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي سنة 1988 تم تأسيس المدرسة، ابتدت إن هي تستقبل أطفال القرية لتعلمهم حرفة الخزف في قرية تونس. الفخار أو الخزف اللي بيتعمل هنا هو بيتعمل من خلال طينة اسمها الطينة الأسواني، والطينة الأسواني دي بتتمزج بنوعين مختلفين من الطين اسمه طين بوركلي وطين كاولين، وبيتعمل بيتم تشكيل الفخار على الدولاب او عجله الفخراني او الدولاب الفخار، وبعد كده بيتم الرسم عليه واضافه الالوان واضافه ماده الجليز او ماده اللي هي بتدي لمعان للفخار، وبعد كده بيتم حرقه في الافران المعده لحرق الخزف في المدرسه هنا. المدرسة طلعت أجيال من الخزافين حوالي 3 أجيال، وقرية تونس تعتبر واحدة من القرى المشهورة في مصر كلها لحرفة الفخار. الفخار اللي بيتعمل هنا بيتباع أغلبه للسياح اللي بيزوروا القرية، وكمان بيتباع في القاهرة، وكمان بيتم تصديره لبرا مصر في أوروبا وفي أمريكا. المدرسة تعتبر أو المدرسة الفخار تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية اللي حصلت في القرية، واللي خلت قرية تونس واحدة من أهم المقاصد السياحية في الفيوم، مش بس الفيوم كمان في مصر، تعتبر واحدة من القرى السياحية اللي بيتم زيارتها في فصل الشتاء في محافظة الفيوم. فده تم يعني حرفة الفخار انعكست بشكل كبير جدا على ان القرية تعتبر او تخلي القرية وتجعل القرية واحدة من أهم المقاصد السياحية في الفيوم. تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببلغ الحزن والأسى الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 81 عاما. وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للشعب المصري، حيث فقدت مصر اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم والمدن العالمية. Thank you.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر بعد مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين. مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وتؤكد أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها لاحتواء التوتر. واشنطن تجدد التزامها بأمن إسرائيل وتؤكد أنها لم تشارك في أي عمليات هجومية إسرائيلية على إيران. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع زميلة هدير أبو زيد. مساء الخير هدير. مساء الخير فاطمة. مساء الخير إلهام. أهلا بيكي. أهلا بيكم وأهلا بكل صناع نشرة التاسعة. يعني بستأذنكم نبدأ حلقتنا وبشكركم. تفضلي. توفيق. شكرا جزيلا.